ومبارك لنا ولكم وللأحرار في العالم هذا النصر المبين للمقاومة اللبنانية. وكنت قد قلت في مقابلة نهار الأربعاء الماضي على قناتكم الكريمة بأن حزب الله انتصر، كيف؟ والدليل على ما أقوله والدليل على ما أقوله توقيع نتنياهو على الاتفاق مرغما أمام حكومة يمينية متطرفة تستمد عقائدها من التلمود المتطرف، وتستمد عقائدها من الدم المراق في غزة وجنوب لبنان. حزب الله كما قلت لك يا صاحبي، الحرب لها نوعان، حرب سياسية وحرب عسكرية وأمنية. استطاع حزب الله أن يكون قوياً على المستوى اللبناني من خلال تفويضه لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل المقاومة التي أسسها موسى الصدر تحت عنوان أفواج المقاومة اللبنانية. أولاً على المستوى السياسي انتصر وكان مفاوضاً بارعاً في هذا الملف، واستطاع تدوير الزوايا واللعب في العناوين الضيقة والصغيرة. أما على المستوى العسكري فقد استطاعت الجبهة اللبنانية، استطاعت المقاومة اللبنانية أن تسلب روح القتال من فرق النخبة ومن ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، في الخيام وفي بنت جبيل وفي شمع وفي طرحة وفي طير حرفة، وقد سجل فرار عشرات الجنود من لواء جولاني وكفعاتي في هذه المنطقة، وسجل كذلك أيضا الفرار من الخدمة لكبار الضباط والجنود في جيش الاحتلال في كافة الألوية وفي كافة الفرق. طيب، على أضف الطرف إلى أن الآخر، المستوى الأمني استطاع، اسمعني، وأما تفضل. على المستوى الأمني فقد بقيت شبكات الأمنية للمقاومة عاملة بشكل واضح داخل تل أبيب من خلال إصابة الصواريخ الدقيقة التي أطلقت على الأماكن المحددة لها، وهذه كانت رسالة واضحة. ما يجري الآن في بيروت وفي الجنوب هو حالة من الجنون والهستيريا لجيش العدو الإسرائيلي لتسجيل أكبر نقاط له في هذه المعركة. بالمقابل لغاية الآن لقد سجل حزب الله 20 عملية على كافة المحاور في طيب، الجبهة الجنوبية. على الطرف الآخر تقول إسرائيل بأنها اغتالت معظم قادة الصف الأول والثاني لدى حزب الله اللبناني، نجحت في فصل الساحات وعزل حماس رغم تأكيد الحزب سابقا أحسنت، بأن الجبهتين هذا مرتبطتين. اسمعني، نعم، لقد استطاع العدو الإسرائيلي أن ينال من الصف الأول فقط في الجسم العسكري، ولكن يجهل العدو الإسرائيلي بأن لكل قائد في المجلس الجهادي معاون وأكثر من عفوا أكثر من معاون، وهؤلاء المعاونون قد أتموا، اسمعني، قد أتموا أعلى الدراسات العليا في الكلية الحربية في كلية الأركان الإمام الحسين في إيران، فإنهم ضباط برتبة عميد وعقيد، عرفت، في المقاومة. كما قلت لك نهار الأربعاء وكما قلت لقناتكم الكريمة، لقد استطاع حزب الله الترميم، وهؤلاء القادة الذين حلوا في الصف الأول جزء منهم كان في هذه الأماكن وانتقل إلى أماكن أخرى، ومن بعد المجزرة التي حصلت بالمجلس الجهادي أعيد إلى أماكنهم السابقة وأعيد إلى أماكن وبقيت الخطة كما هي، وتم تعديل عليها تعديل طفيف في الأمور الدفاعية والأمنية. طيب، فحزب الله ما زال بغض النظر متماسكا. من المنتصر نعم، دكتور أسامة، هناك دمار كبير بالبنية التحتية اليوم في جنوب لبنان. من أو إلى أي مدى قد يتحمل جيد. المجتمع الدولي مسؤوليته حيال إعادة إعمار جنوب لبنان؟ عندما أتى لاريجاني إلى لبنان وتحدث مع النجيب ميقاتي، مع الرئيس نجيب ميقاتي، وقال له النجيب بخصوص الإعمار، قال له نجيب ميقاتي: نحن لا يمكننا كدولة لبنانية أن نأخذ من إيران
من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي أموال بموضوع الحصار الدولي عليكم. فقال له جيد، نحن سوف نعطي الأموال لحزب الله، وحزب الله هو الذي سيقوم بالإعمار. وقد صرح السيد الخامنائي في إحدى خطبه أن بما يعني أن إيران واضعة أو وضعت سقف 20 مليار دولار لإعادة الإعمار. وفي آخر ومن أسبوعين وفي حديث مع أحد المهندسين في مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله، قالت لغاية الآن لقد تم تقييم الأضرار بما يعادل 3 مليار دولار. فحزب الله واضع خطة إنمائية لجميع منطقة جنوب النهر وشمال النهر حتى لبيروت، وهذه انتبه، وهذه العملية سوف تؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتفيد الشارع اللبناني وشارع يعني خلينا نتكلم في مناطقية سوف تفيد الجنوبيين أكثر من غيرهم من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية. وتعرف أن الدورة الاقتصادية هي دائرة من العمار إلى الأدوات الكهربائية إلى الأخ، تنشط كلها، وسوف يكون في الأسواق مبالغ مالية لا توجد في مناطق أخرى. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، هذا ما سمح به الوقت. ضيفا كريما من بيروت الدكتور أسامة توفيق، باحث سياسي وخبير استراتيجي، شكرا جزيلا.